المعالجة. هلا بنبلش يعني بالتطور. على مستوى المحرر كله أول جهاز يفتتح بمركز شفق المجاني. طبعاً إحنا عانينا، رحنا أكثر من مركز وكله يعني بالمصاري والأحوال. نحن مهجرين من ريف دمشق، فاليوم كان الافتتاح واليوم كان الصدفة إنه رجعنا أحد المشافي وحولونا لهون، والخدمة كثير كثير ممتازة. وهلا حاليا المريض عم يفتت له بحصته. مبسوط يعني؟ لا ما في شيء. نحن هلا بمركز شفق لأمراض الكلى، قمنا اليوم بافتتاح جهاز تفتيت الحصيات البولية اللي تشمل حصيات الكلية والحالة والمثانية. هذا الجهاز حديث جدا ومتطور، بإمكان فتت الحصيات بآليتين، التنظير القوسي أو التصوير الإكس راي الشعاعي البسيط العادي، ومع زراعة خاصة للإيكو للحصيات الغير ظليلة أو الشفافة أو البلورية بنسميها. المركز رح يقدم خدمة جميلة جدا للمواطن لكونه مجاني بالكامل.